يا وانا ما سحبنيش مخدر وسحبني مخدر الطبيب كان عليه استاجر معايا ماشي مشيت لعنده باش نخرب صحتي دابا انا دمرت حياتي ما تهنس ما كنشوفو دابا تدوز الناس نشربو ما بقاش كي تيجي معايا وقمنا من الله الا ما عنديش الشفاء ولو غير يقبل عليا حتى الله سبحانه وتعالى لان الحياه بلا ناس ما هي حياه نتمنى من الناس يدعيو معايا كاملين تنتعد في العذاب الاليم تنتعد في الدنيا قبل الاخره انا اسمي فوزيه من مدينه مكناس كنت خدامه في طنجه كنت خدامه عاديه مده 20 عام وانا في طنجه ولكن خدامه دابا شي شركه خدمت فيها 12 عام وانا خدامه فيها كنت كنعس عاديه انا عندي الحساسيه جاتني الحساسيه بوقت الخدمه بقيت كنخدم في برودوي جاتني الحساسيه مشيت عندي كان عندي شي اختناق في الجهاز الهضمي مشيت لعند واحد الطبيب قلت له انا تنتخنق قال لي عندك تنقول له عندي الحساسيه تيقول لي لا راه عندك اكتئاب عندو المره الاولى عطاني طريط مو شربتها كنت كنعس عاديه مشيت رجعت لعندو كونترول عطاني واحد الكينه ما تشاور معايا ما والو عطاها لي شرب عطاها لي عطاها لي ولكن انا ديتها لمولات الفارماسيان كعادي عطيتها الورقه تنثق فيها مده 20 عام وانا تنتصرف معها قلت لها عطيني هاد الكينه شافتها صافي تعطيها لي في وقتها عطاتها هو عطاها لي في الصباح هي عطاتها لي بالليل جيت انايا ما انا سكت قالت لي كدير اضطرابات انا قفزت من بلاصتي فاش قالت لي كدير اضطرابات هذا قالت لي لا راه غير كدير اضطرابات ولكن ملي تتقطعيها كترجعي عاديه جيت وكتحلف بالله والله الا غتجي معاك ومزيانه وهذه هي اللي غتفريك فوزيه وغتلقاي عليها لا اللي عطاني الطبيب جيت هي هذيك انا جبتها وحطيتها عندي سيمانه من عند بحال سبحان الله ما شربتهاش من بعد قبضت وشربتها ما طيرات ليش الناس نهار الاول والثاني والثالث والرابع والخامس مشيت لعند الطبيب دارت لي شي اعراض جانبيه وانا ما سحبنيش مخدر وسحبني مخدر الطبيب كان عليه استاجر معايا يقول لي هذه راه من المنشطات مخدر واش قبلي تشربيها هو تيشوف البنيه ديالي انا ما ضعيفه وتنقول له عندي اختناق وعندي الحساسيه في نيفي اي حاجه هو تاثير النعاس الحساسيه كاين بنادم اللي ما تينعش بالحساسيه ولكن انا كنت كنعس سبحان الله كان ربي كنت كنعس جيت هي هذيك شربتها انا قلتها لها قلت لها راه فيا الحساسيه قالت لي لا ماشي مشكل جيت هي هذيك شربتها مشيت لعندو نهار خمس ايام باقي فيا النعاس قلت له دكتور على الاعراض اللي دارت لي بحال قلت له شدي لي طيرابات قلت له راه شنو كدير لي ارتجاف وكدير لي اختناق قال لي هذوك عاديين ما هي هذيك جيت انا يقول لي قطعيها ما قاليش قطعيها جيت كملت مده ديال 10 ايام طار لي النعاس ملي مشيت لعندو قال لي دابا قال لي سيري قطعيها ملي قطعتها جيت عاديه الاساس للدار بان راه غادي نعس ملي جيت حطيت راسي على المخدام غاش يجيني النعاس صافي من تما مابقاش النعاس كيجي مابقاش كيجيني صافي من لا غد ليه حاولت والو رجعت لعندو قلت له راه طار لي النعاس قال لي ما عندي ما ندير لك انا دابا قلبت لك المواره خصك تمشي عند انا عطيك طبيب اخر نمشي عنده يقلب لك المواره اصلا هو ملي قلت له انا عندي هذا المشكل ديال القولون شحال هذه قال لي انت خصني نعطيك الحجر واش هذا دكتور لي واش انا غادا عنده نتعالج وهو يدير لي انا تنطلب من المسؤولين واخا تيقول لك الطبيب ما خصكش انت مشيتي لعنده ولكن انا مشيت لعنده باش نتعالج لان ماشي مشيت لعنده باش نخرب صحتي دابا انا دمرت حياتي ما تهنس ما كنشوفو وتبعت مع الطبيب وندمت شربت دواء النعاس زاد انا عندي السموم في راسي داك لي برودوي زاد اثر عليا داك الدواء لان الدواء سم وكنت غنموت في العيد الكبير حتى كانت الروح ديالي غتخرج ودابا انا تنتمنى من الناس يدعيو معايا من اي بلاصه وتنتمنى من الله الشفاء العاجل ولا اللي عنده شي حل يقدر يفيدني دابا تا دواء النعاس نشربو ما بقاش كيجي معايا وقبل مشيت عند الطبيب وعطاني دواء ديال الاكتئاب وشربتو ونعسني انا كنت كنعس وزاد نعسني وقال لي هو ها هو شربيه هيا شربيها ويلا وقع لك شي مشكل عيطي لي في التليفون جيت عنده دوزت عنده هنا بمكناس جات السيده قالت لي راه كاين واحد الطبيب مزيان في طنجه قلت انا نمشي نشوف عاوتاني على الله ما تعالجش عند هذا نشوف على الله لان كنت نتخنق سعاده فانا دمرت حياتي في مره وعلاش مولات الفارماسيان دير معايا هكا وانا كنصح الناس اللي كيشريو الدواء
ضروري تيقراو الورقه. انا كون كان غير سكتات ما حلفاتش بالله وبقات مع انا كنت تنتخنق خصني غير نتعالج. فهذيك اللحظه ما فكرتش قلت صافي تقت فيها مع مده 20 عام وانا تنصرف مع. قالت لك هي انت ما بغيتيش تنعسي، ولكن قبل كنت نعس 8 ساعات ما كنت نلقى مشكل في والو واخا كنت نعاني من الحساسيه. دابا ولا ما عندي مشكل الحساسيه، دابا عندي صعيب باش نعس، ما كنعش دابا وقطعت دواء النعاس ودابا مدمره في حياتي. كيجيني حتى تنعيا واحد النهار كنعس واحد شويه 4 ساعات ولا ساعه ونهار ما كنشوفوش مره تنعيا وانا عيانه وتنحس بالعيا والنعاس. وقبل كنت انا تنكون غير كنتفرج في التلفازه ولا شي حاجه كنجلس نلعب في التليفون كتلقى عيني مشات وداني نعاس. وكنت خدامه وتنفيق في الطرنو ديال الصباح وتنطفي التليفون ونعاود نطفي وتديني هذيك الغميضه ونعاود ندي. دابا والو، دابا معذبه في حياتي. تنتمنى من الله الا ما عندي الشفاء ولو غير قبل عليا حتى الله سبحانه وتعالى، لان الحياه بلا نعاس ما هي حياه. ما نتمنى ما ناكلش ما حتى شي حاجه. كنت كنجي دائما من طنجه تنجي لدارنا واخا في هذيك الاختناق تنجي فرحانه. الوالده كتقول لي جلسي معنا بنتي، تنقول لها امي غدا الناس وكنمشي وكنحط راسي في العيط الصغير. ما كنا غدا في نهار كنت غدا في الكارب نهار وناعسه، علاش تحطمني هكا حشومه عليا؟ وتنتمنى في الوزاره تدخل. واخا قال لك الدواء كون شربته في الصباح ولكن بعد على العقل كون شربته في النهار. والطبيب خصو يستشر مع اي طبيب ضروري تيشوف المريض ديالو، علاش المريض ديالو جا لعندو باش يتعالج، ماشي جيت لعندك باش تخرب لي صحتي. دابا جيت باش نتعالج صدقت في حمام واش النعاس ما عنده حتى شي حل. وكنت تمنيت فاش كنت غادا عندو كنت تحرقت ولا كون وقعت لي كوراني تعالج. دابا مده ديال 9 شهور وانا تنتعذب دائما تنوض الصباح تنبقى نبكي، ما بقيت نقدر نمشي للحمام، ما بقيت نقدر ندير حتى شي حاجه. وانا اصلا ضعيفه ما كنقدرش نصبر، تنوض تنبقى نبكي لاقاش مولفه. تنعس 100 ساعات كنت كنوض عاديه. دابا الشركه حتى هي تعاملت معايا كندير شهاده وتتقبلوا مني لان عارفيني ما فياش الترافيك. وانا تقت فيها وتقت في الطبيب ملي مشيت لعندك نهار 5 ايام، علاش حشومه عليك دير لي هكا؟ قول لي دارت لك مشكل صافي قطعيها ما عندك ما ديري فيها. خدمت خديت هذيك الساعه اما يعطيني دواء اخر ولا يقول لي شوفي طبيب نفساني ولا شوفي طبيب الحساسيه. وقلت له عندي الحساسيه. رجعت عنده نهار الخامس وقلت له علاش المشاكل اللي دارت ليا، ولكن كانت باقا ما طيراتليش الناس. قال لي هو صافي عادي، قال لي سيري سقسي اطباء كاملين ما عندها ما دير لك. وعرفني بانني كنشربها بالليل، كان عليه يقول لي راه تقدر تطير لك الناس لانه هو طبيب راه عنده تجربه مادام عطاها لي في الصباح الا راه عنده تجربه. ولكن دابا دمروا لي حياتي كامله، ما بقيت خدامه 12 عام وانا خدامه في شركه، دابا ما بقيت خدامه ما بقيت حتى شي حاجه. واصلا انا والديا ما في حالتهمش، هذاك الشيء باش مشيت زهر لطنجه. اما كان والديا في حالتهم كاع من خويا مدينه ودابا مدمره. نتمنى من الناس يدعيو معايا كاملين، يطلبوا معايا الله ويزوقوا معايا الله سبحانه وتعالى. وتنتمنى اذا كان شي رقيب وانتي عارفه هذا الشيء صحيح وعارفه كيفاش نقدر نجي نرجع الناس للطبيعه ديالي. تنتمنى من الله يساعدوني هادشي اللي تنتمنى، ما انا تنتعذب العذاب العليم، تنتعذب في الدنيا قبل الاخره. بغيتي تنتعذب. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.